اهلا وسهلا بيك واحبائي متابعي قناه الخديوي. النهارده هنتكلم على افضل 5 مسلسلات تركيه رومانسيه. فيلا نشترك في القناه بسرعه ونفعل زر الجرس، يلا بينا. واول مسلسل معانا هو مسلسل حياتي، سيكون من بطوله النجمه الجميله نيلسو بيرفين اكتاش، ويشاركها البطوله النجم المحبوب جيكو اوزاك. ويتشوق متابعين ومشاهدين هذا المسلسل الذي يبدو انه سيكون رائعا مع وجود هذا الثنائي الجميل نيلسو وجينكو، والذي من المتوقع عرضه قريبا في الموسم الشتوي. وتدور قصة المسلسل عن الفضيلة وكيف يتعامل الأب مع بناته اللواتي تعيش كل واحد منهم قصة عشق مختلفة. ويتعامل الأب بكل صرامة مع بناته، وهو الذي يريد لهم أن يعيشوا حياة سوية بعيدا عن الأخطاء والأسام. ويشارك أيضا في بطولة المسلسل النجوم سافاش أوزديمير وأوجور تاشافوش ونيلفور إشكلان وهاندان علي بوراك. تاني مسلسل هو مسلسل مولانا. بعد عامين من التحضيرات بدأت تلوح إعلانات المسلسل المرتقب حضرة مولانا، الذي يحكي قصة حياة جلال الدين الرومي العالم المتصوف والفقيه الإسلامي، الذي ولد وعاش وتوفى في مدينة كونية عاصمة الدولة السلجوقية في القرن 16 الميلادي. أما بطولة مسلسل حضرة مولانا فستكون من نصيب الممثل التركي الشهير بولاند إينال، الذي جسد دور السلطان عبد الحميد الثاني في مسلسل عاصمة عبد الحميد، حيث يؤدي دور جلال الدين الرومي على أن تجري أحداث المسلسل في مدينة كونية التي كانت تحتضن القبر ومتحف مولانا جلال الدين الرومي، وهي المدينة التي كانت بمثابة شاهد على فترة مهمة من حياته. تالت مسلسل معانا هو مسلسل الملحمة. تدور قصة مسلسل الملحمة في آسيا الوسطى في القرن التاسع قبل اعتناق الأتراك للإسلام، ويحكي عن قصة فتاة يتيمة تعيش في مخيم جبلي اسمها أكيدز، وهي فتاة محاربة صغيرة تعيش مع قبيلتها. وتقع أكيدز في حب شاب اسمه بوتاجا، وهو ابن خان، ويكون صاحب مكانة مرموقة في القبيلة. ويعيش الاثنان قصة حب جميلة بينهم، ولكن هل سيقبل والده أن يتزوج ابنه من بنت يتيمة فقيرة وهو من أسرياء الناس؟ هذا ما تكتشفه أحداث العمل المثيرة والشيقة. وقام أبطال مسلسل الملحمة بالتدريب لفترة كبيرة على مهارة ركوب الخيل حتى يقوموا بأدوارهم بالمسلسل على أكمل وجه، وما يجعل متابعين الدراما التركية متحفزين لهذا العمل أنه سيكون من بطولة النجمة إبرو شاهين العائدة بقوة من خلال بطولة هذا المسلسل، وهي التي أدعت في مسلسل زهرة الثالوث. مسلسل رابع وهو مسلسل المختفي. السبب الأكبر الذي يجعل المسلسل المختفي مثيرا للاهتمام وفضوليا هو موضوع مثير للإعجاب للمسلسل. فهو يبدأ عندما يحاول الكاتب أن يكتب كتابه الأول، وهو شخص متزوج ليلتقي بامرأة حزينة وتكون أيضا متزوجة، ويبدأ بينهما حب ممنوع. واقتبست قصة المسلسل من مسلسل الأمريكي ذا أفير من بطولة النجمة هازار أورجوتشول والنجم فراد جيليك إلى جانب النجوم دفنا كايلار. المسلسل الخامس والأخير وهو مسلسل فاندوم. تدور القصة عن كاتبة سيناريو مشهورة اسمها فردا، وتجسد شخصيتها النجمة توجي ألتو، حيث أعلنت للمعجبين أنها ستخوض نهائيا في نهاية الموسم لأحد برامج المسابقة المعروفة. ويحضر هذا اللقاء كاتب سيناريو أكثر شهرة، ويجسد دوره النجم شاهين إرماك، ليطلب منها أن تأتي إلى منزله ليلا ويحبسها في قبو المنزل، ويقدم سيناريو للمسابقة بدلا من فردا. وبالفعل يفوز هذا السيناريو واستحق الجائزة التي تسجل باسم فردا، ولكن بعد مرور الوقت أن كان قدم لها معروفا كبيرا عندما حبسها في القبو، ليبدأ بينهم حب كبير. رغم أن كان يعاني من متلازمة ستوكهولم، لكن بعد فترة من الزمن يبدأ التحقيق في محيط منزل كان، لتدخل فردا وكان في صراع مع الشرطة، بالتحديد مع القائد إياز. كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واتمنى مسلسلات دي تعجبكم لانها صراحة مسلسلات جميلة جدا. ما تنسوش تكتبولي رأيكم تحت في التعليقات، ونعمل لايك وسبسكرايب قبل ما نمشي.